أهلا بكم. إذا أردنا أنه نصدق الضحية يلي المنطق بيقول أقله أنه نستمع لصرخة وجعة، بنكون أمام علامة استفهام كبيرة عند المواطن يلي ما عنده سند أو ظهر أو واسطة. والسؤال اللي عم بيطرحوه أهل هالمواطن هو مين عم بيحمي القاتل بلبنان؟ وبعدين مين اللي عم بيدين القتيل بدل ما يدين القاتل؟ هالظاهرة الخطيرة عم تتكرر بالفترة الأخيرة، وما وجد المواطن اللبناني لإلها أي تفسير، مما جعله أنه يفقد الثقة بأنه القانون ممكن يخدله حقه إذا شاء القدر ووضعه بمواجهة جاني مدعوم بيتمتع بسلطة أو سند سياسي أو علاقات ممكن تحوله من ظالم إلى مظلوم. نحن هون منا بصدد أنه نوجه الاتهام لحدا، ولكن عم نستعرض وقائع بلشت من فترة واختتمت بحادثتين خلال الأسبوع الماضي. أول حادثة تناولتها نشرة أخبار الـ MTV من كم يوم، وهي لما تعرضت سيدي لمحاولة قتل داخل منزلها من خلال ضربة بالشكوش على راسها عدة مرات، ولكنها نجت بأعجوبة وخبرت اللي صار معها. المفاجأة كانت أنه تم إطلاق سراح من يفترض أن الجانية بعد ساعات قليلة من القبض عليها من دون إعطاء أي تبرير قانوني لإخلاء السبيل مثل ما بيقول محامي العيلة وولادها. خلونا نتذكر هالحادثة قبل ما ندخل إلى حادثتين غيرها وكمان إلن وقع أشد ربما. خلونا نتذكر هذه الحادثة كما وردت بتقرير أخبار الـ MTV. عزمي صديقتها السلام على صبحية قهوة ببيتها يوم الثلاثة بالنعمة. صبحية أوصلت ماري إلى العينين الفائقة بالمستشفى. أنا شربت قهوة أنا وياها وبرمت عبز للفلاجين دغري، شالت الشكوش من كيس النايل وأنا ديري داري ونزلت فيي طق عمخي. أنا برمت عشبت فيي صديقتي بالإيتين معش أخذت معه معشرات. بقصد شو؟ بقصد شو؟ شو بدها؟ بتسرق. بتقتلي لتسرق. وبحسب الرواية فتشت الجانية المنزل وسرقت صيغة ومال وغادرت من بعدها بينما كانت ماري على الأرض عم تنزف، ولكن بعد ساعات تم اعتقالها. نفس الأقوال اللي قالتهم الوالدة ونفس الاعترافات اللي اعترفت فيهم مطبقين على الأرض. منتعجب كيف تم إخلاء سبيلها قبل 24 ساعة. يعني منتوجه للرئيس كلود كرم ينظر بهالموضوع، ومنتوجه للواء والوزير أشرف ريفي يلي هن بمثلوا العدالة ويهتموا بهالموضوع هذا. عائلة ماري أكدت أن ما رح تتنازل عن حقها أمام القضاء حتى الوصول إلى العدالة. إذن هيدي حادثة من حوادث كتار عم بتصير. طبعا بكل شيء بهالبلد في شوازات وفي ناس شاذين عن القانون، ولكن هذا الموضوع لا يجب أنه يكون على الأقل بمكانين، بالأجهزة الأمنية وبالقضاء، لأنه المواطن الصالح عادة هو المواطن اللي بيدفع الضريبة، اللي بيدفع الضبوطة، اللي ما بيخالف، اللي بيمشي بالقانون، لأنه هيدا مواطن صالح لسبب بسيط أنه ما في حدا بيظهره، لا في زعيم، لا في سياسي، لا في نايب، لا في حزب، لا في تيار، لا في حركة، لا في حدا بيظهره، فبيعتبر أنه لازم يكون مواطن صالح ويمشي مثل ما بيقولوا حد الحائط تما يواجه مشاكل، لأنه بيعرف حاله إذا فات ما في حدا يطلعه، إذا وقع بمصيبة بيتنفذ عليه القانون بشكل كتير كبير حتى النهاية. وأكبر دليل على اللي عم بقوله حوادث صغيرة حصلت بمعرفة منا وقدام عينينا ويمكن معنا ببعض الأمور شخصيا، آخرهم محاولة نصب وتزوير عقارات ومستندات وما إلى هنالك، وضبط بالجرم المشهود. هو دخل من هون بخمس دقايق، مشيت الضغوطات لإصفات حق شخصي لإخراجه لا كذا ولا كذا، ومشيت الاتصالات من هب ودب لإخراج هيدا الشخص. طبعا ليه؟ لأنه مدعوم. بس لو واحد تاني مش مدعوم كانوا تختخوا عظامه يمكن داخل السجن. فهيدا الموضوع يجب أن يثار لسبب بسيط، أنه نحن كلبنانيين كمواطنين غير مدعومين دعمتنا الوحيدة الأجهزة الأمنية والقضاء الصالح
من دون ما يكون في وساطات ومن دون ما يكون في تليفونات ومن دون ما يكون في مسيرات بهيدا الموضوع. بعد ما شفنا هالحادثة اللي نحن ناطرين جواب عليها من القضاء اللبناني، لأنه في استغراب حول الإفراج عن من قامت بهذه أو بهذا الاعتداء، تما نسميها جريمة لأنه بدنا نشوف التحقيقات لوين وصلت بهذا الموضوع، أنه على الأقل 24 ساعة نيموها ليلة بس ليبين الحقيقة كما هي، فكان الإفراج عنا بشكل مفاجئ وصادم ومباغت. أما الحادثة الثانية هي جريمة القتل اللي حصلت من أيام قليلة وراح ضحيتها الشاب حسن العريبي يلي ما كان له علاقة بالإشكال لا من قريب ولا من بعيد، مثل ما قال أهل الضحية، القاتل بينتمي لجهة نافذة دايما أتباعها بيعملوا عملتهم وبيطلعوا من المشكل مثل الشعرة من العجين. هيدا حسب ما ورد على لسان أهل الضحية وقتها كان عم ينقال هيدا الكلام، لأنه الشاب مات اندفن فاجعة كارثة ببيته، واللي قاموا بالاعتداء ما حدا قرب عليهم ما حدا طالهم. ولكن قبل دخولنا استوديو هلأ من شوي في خبر توزع انه تم تسليم ثلاث اشخاص يعتقد انه هني لهم علاقة وضلوع بهيدي الجريمة. كل التفاصيل رح نعرفها من عم الضحية اللي رح يكون معنا بعد شوي، ورح نتعرف على حادثة ثالثة كمان كارثية وصدمة كتير كبيرة لوالدي مفجوعة. ولكن خلونا نتوقف مع هذا التقرير عن الشهيد الراحل العريبي. هذا حسن العريبي عم يتمشى. متوقع حسن العريبي ابن ال 25 سنة لحظة خروجه من بيته بالبيجاما متوجه لمدينة زحلة لينقذ ابن عمه من إشكال واقع فيه، إنه لحظات قليلة وبيصير بده مين يخلصه، وبسبب ملاسنة بين شباب عمقعد بمحل وحادث ما له أي ذنب فيه وقعت الجريمة، وكان حسن الضحية وردوه لأهله عم ينزف بليلة الميلاد. لحديت هلأ مأكدين منه نحن إنه كان في مشكلة بين ولد عمه الصبي الظاهر، بيقوم بندق لحسن اللي هو نايم بالبيت، بيندق له من احد الاشخاص بيقول له طلع في مشكله صايره مع ولد عمك او شيء من هالنوع. بيطلع الصبي لما بيشوف انه المشكله اللي هم مجمهرين وهالشغلات هيدي، طالع لشوف شو القصه شو صاير مع الاولاد. وصل لفوق بيطلع بيعرف هول الجماعات وشايفهم، هو قبل بيعرفهم يعني في علاقات نحن بين منطقه زحله بين منطقه دانيل وشطوره. بيحاول حسن انه يهدي البال، فجاه الصبي بيكون معرض للضرب بيقلب بالارض بيطلع رصاص بيكون متصوب، والصبي كان بعده عم ينضرب بكعاب الرشاشات وبينضرب بكعاب الفروده وعم بينزف. في شخص اسمه ابراهيم خوري وشخص اسمه شربي الخوري ووجيه الخوري اللي بيكون بين وخيون. هلا هول الاسماء ذكرتهم انا، نحن مأكدين منهم انه هو هن اللي هن تابعين للسيد وجيه الخوري اللي هو بين وخيون، اللي هو الاصعب الكبير، اللي هو اللي بيعمل المشاكل دائما، اللي بيستفز العالم وبيرجع اخر شيء بيطلع من الحبس بعد 24 ساعة هو ولا المشيد عم شب. ناطرين نحن القضاء لحتى هو ياخذ القرار وياخذ بالحق. حالته بيكون شربي الخوري حضرته كان بالمشكل، واللي حضرته عسله على راسه لحسن بالارض من بعد ما تقوس وقال له بدي اعمل وسوي فيك وببدلي قريبي والكبير فيهم. لا ناقه له ولا جمل ومن دون اي ذنب ارتكبه. اصيب حسن وتوفى بعد 48 ساعه من تدهور وضعه الصحي، وبقدرة قادر تسكر ملف القضية بعد الدفن بساعات قليلة مثل ما قالت عائلة الضحية، والقاتل بعده فلتين. حسن نهار يلي تقوص فيه تقوص من قبل شربي الخوري ومن قبل إبراهيم الخوري. شربي رصاصته ما صابته بس إبراهيم رصاصته صابته، وكان حسن قلب بالأرض ورجع بيجي شربي الخوري بيوقف بيقول أنا بعرف لمحمد العريبي وده عامل يسوي بيت العريبي. بعد ما تقوص حسن قلب بالأرض، حسن بيدعس على راسه وشربيل وبيقوز ضربين ابتهاجا بالصيد يلي هو الصيادة اللي هو حسن العريبي. يا
سؤال واحد بيطرحه المواطن اللبناني بعد كل حادثة مثل هاي: مين بياخد حق الشعب من الروس الكبيرة وجماعاتهم المحميين بهالبلد؟ أستاذ هشام العريبي، مساء الخير. مساء النور. يعني إن شاء الله يكون فديكم والله الله يخليكم، إن شاء الله يكون أخينا طوني. خاتمة هالمشاهد السيئة اللي عم نشوفها بلبنان، وإن شاء الله اليوم تسليم هالشباب الثلاثة تكون بادرة خير، إنه ينعرف اليوم إنه من يتطاول على المواطن، من يتطاول على حياة الناس وعلى كرامات الناس، في مين يعاقبه، مش إذا كان ينتمي إلى مسؤول أو إلى يعني في حدا بظهره إنه بحق له يقتل الناس ويبهدل الناس ويسيء للناس. قبل ما ندخل معك بتفاصيل اللي حصل، كمان بدي رحب بالست عايدة العليلي. شهاب العليلي، أهلا فيك يا ست عايدة. أم مصطفى. أم مصطفى كمان عندها مشكلة وعندها فاجعة كتير كبيرة. شابين من ولادها قتلوهم. جوزي مات. وجوزك لحقهم له شهر ونص شهرين. انقتلوا الشباب، معروفين يعني اللي قاتلين عارفين وين، بتقول انه السلطات بتعرف وين، خصوصا انه في حكم قضائي جنائي نهائي صدر بهذه القضية مسمى القتلة بأسمائهم. بعدهم بتشوف قتلت ولادها بيروحوا وبيجوا قدام عيونها، عم بيجوا على النعمة وعلى خلدة، ما قادرة تعمل شيء لأنه كما تقول إنهم مدعومين ومحسوبين على أفرقاء سياسية معينة هي اللي حميتهم. قبل ما نرجع لك بالتفاصيل خليني بس أتوقف مع أستاذ هشام. عرفنا هلأ اليوم إنه ثلاثة سلموا حالهم من آل الخوري. طبعاً هلأ بعدني بحالوا بوقت وصولي أنا لهون على السجل. نعم. عندك نفس الوقت إجاني تليفون أنه هني تسلموا أو سلموا حالهم للدولة. يقال سلموا حالهم؟ لا، تأكدت أنه سلموا. تأكدت أنه سلموا حالهم. لا، سلموا حالهم. سلموا حالهم. أنه هني سلموا حالهم. تأكدت سلموا حالهم. نعم. واستلمتهم القوى الأمنية. نعم، أنا تأكدت. طيب بين اللي سلموا حالهم هناك متهمين بال يعني؟ طبعاً هن اللي سلموا حالهم أساساً هودي المطلوبين عنا نحن. هن المطلوبين. هن المطلوبين وهن اللي قتلوا الشهيد حسن. وهن سبق وذكرت بالتقرير أنا مع اختبارهم. نعم. بمقابلتي أنا معه سميت الأسامي. وطبعاً هلا نحن بوضع بدي لك سيستوني، نحن وضعنا يمكن غير وضع الحجة طبعاً اللي هي. نعم. صار فيه نحن وضعنا وضع عشائري. انتوا كمان عندكم؟ نحن وضعنا وضع. نعم. عشائري. نحن رحنا الشهيد حسن ظلم وغدر. نحن كل طلبه فيه انه القضاء تفضل انه يشتغل بهذا الموضوع والقوى الامنيه تشتغل الموضوع. على كل حال نحن بنشكل القوى الامنيه على شغله، اشتغلت. نعم. القوى الامنيه بس بعدنا هلا نحن ناطرين لنشوف امتى بدنا نشكل القضاء، وقت اللي بيستلم هذا الملف وبيحاكموا الجامعات، مش بيتحاكموا مثل ما تحاكموا بمواضيع غيرها، لانه هن اساسا معروفين من قبل وقبل كل جمعه. يعني بس لنوضح شغله، يعني اليوم خلينا نقول القوى الامنيه والمسؤولين بالبلد انحطوا قدام امر واقع. طبعا يا القضاء والقانون بيجيب لنا حق دم طبعاً حسن. طبعا مش نعمل يا نحن كعشيره بنعرف ناخذ طارنا بايدنا، وكارثه ممكن تتحول بالضبط يعني بالضبط الى صراع مناطقي او صراع مذهبي او صراع طائفي. نحن صراحه لحديت هلا ما زلنا مسيطرين على الوضع. نعم. انه ما نوصل للطريقه هيدي. بس هلا بما انه هلا سلموا نفسهم، يعني بعتقد انه خف. مين سلمهم برايك؟ ايه مين سلمهم؟ سلموا اللي حميهم. معقول يكونوا نعم اللي حميهم. مين حميهم؟ فتوش. هني تابعين لقلو؟ نعم طبعا، وبيو وخيو للي قتل حسن بيكون رئيس الاكيب الامني والمواكبه والمرافقه تبع فتوش. تاني شيء مثلا فتوش نحن حكينا معه، او بالاحرى حكي معنا بيير فتوش. اي حكي معنا وسالنا انه انتم عم تتهمونا او شيء من النوع، انه ما عم نتهمك، نحن عم نتهم جماعتك اللي انت حميهم. وتفضل سلموا القضاء، احنا معنا سلميهم لنا. قال انا ما اساسا ما عندي زهران. اخي ما عندك زهران، بس هودي الجماعه عندك والعالم كله بتعرف اساسا بالبقاع وبغير البقاع وبزحلي وبغير زحلي، اللي هن محترمون اهل زحلي طبعا لانه نحن وياهم اهل. قالوا لي العمل له يعني هون اني مطلعين جثه الشهيد على بلده، وقفوها بزحلي
وعملوا له مثل ملقى. اهل زحلي مشكورين، مشكورين مشكورين اهل زحلي على اللي عملوه، لانه اساسا اهل زحلي هن اصحاب هن والشهيد. نعم. واصحاب هن اخوه. نعم. الشهيد كانوا قاعدين حد بعضهم، وثاني شيء بيقعدوا مع بعضهم وكل شيء عادي. وقت الشهيد استشهد كمان بنفس الوقت، هو وقت اللي نزل من السياره تلفنوا له انه اولاد عمه اللي عاملين المشكل او صاير المشكل بين بعضهم، بيطلع بيعبط شخص من هالاشخاص اللي بيعرفهم هو، انه معلش اذا كانت خبطه ولبطه وشغلات هذه، وحكيت انه خلينا نقضيها على خير. فجاه بينضرب حسن، فجاه بيتهجموا عليه 40 45 شخص كانوا موجودين فوق، فجاه بيصيب الارض شربل بيقوس عليه لحسن ما بيصيبه، بيجي ابراهيم هو نايم بالارض بيقوس الضرب بيطلع من ظهره بيطلع من اعضائه، وخرطوش متفجر. والصبي هو بالارض، حاولوا ناس يفوتوه قدام مستشفى خوري ليفوتوه على المستشفى، صار يقوسوا عليهم لحين حضور الجيش، مشكور طبعا الجيش، لحتى قدروا فوتوه على المستشفى لحتى يوقفوا له النزيف، لانه انضرب بالشريان الابهر بالاساس، وعنده شريان كثير مقطعه، وفي عنده اعضاء داخليه تهشمت يعني. بقى لحديت هون نحن اللي قدرنا وصلنا له انه وصلناه على الجامعه، وعملنا ريبورتاج حكينا فيه قصه انه وصلوا على الجامعه والصبي كان بحاله الخطر، وكنا عارفين نحن الوضع اللي وصل له انه مأساوي كثير، وعارفين انه هو بده يتوفى. نحن كنا متاكدين من الشيء لانه حكيم عن الحكم وحكونا بصراحه يعني. اللي طلبنا فيه انه يسلموا حالهم، يسلموا حالهم، يسلموا حالهم. طيب اليوم برايك هناك ضماني لسلموا حالهم؟ هيك شو؟ هناك ضماني اعطيت لهم ليسلموا حالهم انه بتفوتوا؟ هلا انا بالنسبه لي ايه؟ ما بيعني لي اذا اعطوهم ضماني ولا ما اعطوهم ضماني، انا اللي بيعني لي انه سلموا حالهم. هلا اذا بدي فوتوا 24 ساعه طبعا، وبدي فوتوا يومين وثلاثه، هذا الشيء عندنا ما بينصرف، اذا انصرف عند غيرنا عندنا ما بينصرف صراحه. يعني بالعالم شو رح نحكيها؟ ما بينصرف عندنا نحن. قبل فاتوا 24 ساعه وطلعوا. هذيك اليوم بحادثه ما اساس طلعوا؟ طلعوا بالوسائط بواسطه فتوش، معلش نحكيها نحن بالعلن. طلعوا بالوسائط. هلا هي هيدي الشغلات، هلا يزال الوزير فتوش او شقيقه مؤثرين الى هذه الدرجه بالدوله اللبنانيه؟ طبعا مؤثرين، يعني دائما دولي ضمن دولي، مشكل هن عاملين دولي واخرجوا هن عاملين دولي هالقد بعده مؤثر عنده تاثير وعنده وضعه هو الزلمه منطقته فوق. بس نحن بعدنا بنرجع بنحكي انه عم نحكي فيه كشخص، وعم نحكي بهود الاشخاص اللي قتلوا. هلا نحن فتوش ما قلنا عليه نحن بقصه القتل، هو ما راح شارك بالقتل، بس قلنا عليه نحن بتسليمه للجماعه سلموا الزلمه اوكي. هلا ما في عندنا مشكله معهم طالما وصل لهم. هلا في ضمانه ولا ما في ضمانه، هذا الشيء ما بيعنينا نحن. نعم اكيد في ضمانه، بس لا بعد ساعتها نحن نحكي، لنشوف القضاء شو بده يعمل، اذا بده يعطينا حقنا ولا هو بده يعطينا حقنا، ساعتها بنتشكر القضاء. انا شكرت قول امي بس فقط غير هلا. ام مصطفى، ام مصطفى بدي احمد عثمان اللي قتل لي ابني. ابني موظف بال 2012 مع فؤاد المخزومي، سكرتي بيشتغل عنده. اجى الساعة 3:30 على البيت وراح لعند خالته، خالتي قاعدة بالدوحة. بيعمل له كمين أحمد عثمان معه مسلحين بدوحة الحص. هو نازل ابن الشيخ موسى الساعة 11:30 بيقتلون، بيحطوهم بالسيارة، ابني بيحطوه من وراء على فرش السيارة، وابن الشيخ موسى بيحطوه وراء، بيقوسوهم برصاص متفجر، بيهشموه تهشيم، وبياخذوهم بزتوهم بدوحة هيلز الفوق. شو إلو عندي طالع أوس لي ابني هو ومحمود العاصي ابن سليمة وعامر عوض وحسين التقي حسين علي عبد الله؟ شو إلو عندي طالع يقوس لي مصطفى الشقيف، مصطفى ابن رامز الشقيف؟ شو إلو عندي؟ شوف بي بيني وبينك يا أحمد عثمان، لا ما بيسلمك بيك. بعدين اللي جاب الأسماء اللي قوسوا الباقيين اللي مع أحمد عثمان، بيو لأحمد عثمان وقت الابن عم بيموت أخذوه على المستشفى هو طيب بعد ما مات، يا ركضنا ركضت رفقاته لإلي ولأخوالي والعالم، مين قوسك يا مصطفى؟ قال قوسني أحمد عثمان، يعني مين أحمد؟ المعود البناء مين معه؟ قال معه مسلحين بس يا ماما ما بعرف، خردقونا يا ماما تخردق. طب عال ليش حطيتهم بسيارتهم بغواصة وكبيتهم بالجبل؟ ليش هربوا؟ ليه ما بيسلمون؟ كل يوم عم بيجي بيتعشى من عند أمه، بيتحمم عند أمه، لا بيو ما بيسلموا. بيو بعث لي خبر قال لي مش ابني اللي قوس ابنك، اللي قوس ابنك محمود العاصي مسؤول دوحة الحص وعامر عوض وحسين التقي وحسين علي عبد الله. ليه؟ طلع فيهم إحكام. ليه؟ طلع فيهم حكم نهائي جنائي. ايه اعدام. تعطيني الحكم بس. هيدا الحكم انا لا بدي، هيدا قوى احمد عثمان، هيدا اللي قوس ابني. طيب اعطيني بس هيدي الاحكام. الحكم عملي معه. انا لا بدي من الدوله مصاري ولا بدي مساعده. بيون مات، ولادي اثنين شحطتهم من الله ماتوا، يسلمون اي جهه سياسيه تسلمون. انا بدي حق اولادي. طيب لما راجعتي شو قال؟ شو نقلك؟ شو نقل؟ قال لي عم نبرم عليهم.
بيو مخبيه لأحمد عثمان. هون المحكمة تحكم بالإجماع بتجريم المتهمين أحمد محمود عثمان وحسين علي عبد الله وحسين معروف التقي ومحمد علي أمين هاشم ومحمود حسن عاصي وعامر علي عوض المبينة كامل هويتهم أعلاه بجناية المادة 549 عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بكل واحد منهم وبتجريدهم من حقوقهم المدنية ومنعهم من التصرف بأموالهم وأملاكهم وإدارتها بواسطة رئيس القلم والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم وبإدانتهم بجنحة المادة 72 أسلحة وحبس كل منهم عنها مدة 3 سنوات. يعني في حكم وينه؟ في حكم في حكم واضح بهذا الموضوع. مين مغطيهم؟ مين مخبيهم؟ هي الشاب قال لك انا ما بسامح سلموهن ارتحت هلا احنا عشايخ. طب قال انا الي الله تخبوا مني من الله رح يتخبوا. طيب ابنك الثاني كيف كيف لحقوه على الكوستا بافا لحقوه بالمطوة كان جاي على المطوة لحقوه يكبوه. ساعة بيقولوا لي مرة ضربته، ساعة بيقولوا لي جيب من الجنوب. شو بيأكد لك إنه هن اللي كبوه؟ هن 37 يوم وين بعضهم؟ لأنه خالد لحقوا لخيو لأحمد عثمان على الأطفائية، قالوا له خيو لأحمد عثمان بيشتغل لحقوا لتحت ليقتله، ما لقطوا تحت. قال له واحد لك منه خيو. قال له هيدا خيو لأحمد عثمان، ما كفى الصبي على البيت. ليه؟ جوزي ما قال له شهرين متوفي فقع على الأولاد، أنا كانوا معينين أولادي إلي، ابني الكبير معين إلي. مين بده يطلع فيي هلا؟ أنا ما بدي، مصاري ما بدي. الحمد لله معي مصاري ليوم المصاري بدي اياهم بدي اللي قتلوا مصطفى طيبين ميتين بدي اياهم انا ما بدي شيء انا بدي اللي قتلوا اولادي مثل ما عتموا بيتي الله يعتم بيته بس باي ذنب قتل وين القضاة وين الدوله بدها بس بسال انا جاي ضليت سنه لو وصلت لهون وين هي هالدوله انا احترق قلبي الله يحرق قلب امهاتهم بس انه ليش قتلوا لي هالشبان ربيتهم برموش عيوني ليه باي ذنب قتل هي انا جاي اسال انا عندي انا 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 ام احترق قلبها كبده قلبي راحت عشو بدي اغسل لوني انا بدي اياه احمد عثمان طيب بدي ميت انا بناشد مين مين عنا هلا مين اكبر صلاحيه بناشد اشرفي انا بناشد السيد سماحه السيد حسن الله صلى عنده شهيد هو اذا بحبني انا بخاف علي عندي بنتين بعد وانا ام يساعدني بتسليمه هو عراسي من فوق سمحت السيد بس يسلم محمود العاصي مسؤول دوحة القدس ابن سليمة هيدي عمره هون هودي الأحكام باسمه وأنا إذا بتجيني ضربي أنا وبناتي من عند الله أنا بحمل محمود العاصي وأحمد عثمان وراهم لأنه قبل هالمرة بعت لي بيو تهديد إذا بتجيبي سيرة ابني بلحقك بولادك محمود عثمان بيو لأحمد عثمان الله والسيد حسن ناصر الله هو اللي بيريح لي قلبي هو عنده شهيد تحت التراب وانا عندي 3 تحت التراب يكمشوا يسلموا للعداله انا لا بدي مصاري ولا بدي تموين ولا بدي اعاني ولا بدي لي الله بس ريح قلبي قبل ما اموت يحطهم يسلموا للدوله في دوله تحاسب القاتل يسلم طيب هي المواطن الصالح المعتر اللي ما عنده حدا وراه ما عنده حدا حمي شو بيعمل شو بيعمل بيقتلوا بزته بيخلق ليموت بيخلق لينحبس بيخلق لهو بس الله اللي جاي يحكم العالم والقانون هو اللي يتنفذ عليه بس ما بعرف ان شاء الله هن اللي حاكموا العالم شكرا لك استاذ هشام الله يرحم حسن ان شاء الله يكون صوتك وصل الليلي وتاخذي خبر قريبا عن هذا الموضوع يبرد قلبك ويشفي غليلك يا رب ما هو التالي